انا ما كنتش موجود مع حضراتكم امبارح، فواجب العزاء مهم جدا انه يكون النهارده. بقدم طبعا العزاء لكل اهالي شهداء مصر، كل اهالي شهدائنا في كل مكان، الشهداء اللي قتلوا غدرا وهم واقفين يؤمنوا في مكان خاص بيهم وخاص بعملهم، قتلوا بالرصاص وفي محاولات تفجير ايضا لاماكنهم. بقدم واجب العزاء لكل اهالينا في سوهاج وفي بني سويف وفي المنوفيه، كل اهالي الضحايا وكل اهالي هؤلاء الشهداء في كل المحافظات في الحقيقه اللي بينتموا اليها، اللي وانا بشوف المشاهد الخاصه بالجنازات الخاصه بيهم في الحقيقه وبسمع كمان كلام اهاليهم، اكتشفت ان الناس البسطاء دول على قدر الكلام البسيط اللي بيخرج منه، على قدر ممكن مستويات تعليميه أقل من ناس كتير، لكن الحكمة بتخرج من أفواههم بكل سهولة وبكل بساطة وبشكل مباشر جدا. واللي عايز يتعلم واللي عايز يفهم واللي عايز يخطط حتى للبلد دي بشكل جيد خلال الفترة اللي جاية، عليه إن هو يستمع لهؤلاء الأهالي، هؤلاء الرجال والأباء والأبناء والإخوات كمان اللي كانوا بيتكلموا بحسرة شديدة جدا على أبنائهم، فكلامهم كان بيطلع صادق بنسبة 100%. خلينا نقول احنا بنتمنى ان الكلام اللي قاله اهالي الشهداء يكون فعلا مطبق من خلال قرارات حاسمة من قبل مجلس الوزراء ومن قبل اي مسؤول في الدولة. هو مجلس الوزراء اكد النهاردة على لسان سفير هاني صلاح المتحدث الرسمي على تنفيذ قرارات المجلس بكل حسم، واللي تضمنت في الحقيقة التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين أو المنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة، بالإضافة إلى تجديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والاستراتيجية في الدولة والرقابة كمان على المنافذ الحيوية وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة. خلينا أقول لحضراتكم إن الكلام حتى الآن مهم، والكلام حتى الآن منطقي وجيد، لكن الأهم من هذا الكلام أن يتم تطبيق ليه وبشكل سريع وبشكل رادع، لأنه واضح من خلال العملية الإرهابية اللي شفناها ومن خلال كمان تصريحات السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء والاجتماعات، سواء اجتماع الخاص بمجلس الوزراء أو مجلس الدفاع، واضح أن في معلومات، واضح أن في معلومات بتقول ان في حاجه ممكن تحصل خلال الفتره اللي جايه، ويجب ان يكون في استعداد قوي ليها سواء من خلال الدوله بكل اجهزتها او كمان الشعب. وخلونا نتكلم عن موضوع مهم مرتبط جدا باللي بنقوله ده، والكلام اللي هقوله لحضراتكم على عهده اليوم السابع. اليوم السابع اتكلم عن خطط الاخوان في المرحله اللي جايه. الكلام ده على لسان مصادر قالت ان جماعه الاخوان الارهابيه بدات في تنفيذ خطه موسعه للهجوم على الكمائن الأمنية لقوات الجيش والشرطة داخل القاهرة الكبرى تحديدا، وده قبل إعلان المشير عبد الفتاح السيسي ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية. ده طبعا بيحصل في محاولة من الجماعة لزعزعة الأمن واستنزاف قوى وزارة الداخلية وكمان الوحدات التابعة للقوات المسلحة اللي موجودة في الشارع، الشرطة العسكرية طبعا. وأوضحت المصادر أن الجماعة الإرهابية بتستهدف تحديدا كمائن الشرطة العسكرية على وجه الخصوص، نظرا لأن أعدادها كبيرة في القاهرة، إلى جانب كمان استغلال وجودها بالقرب من مناطق سكنية، ده اللي بيتيح تنفيذ عمليات إرهابية، وبعد كده يتم الهرب بكل سهولة بعد الاندساس وسط المواطنين العاديين. وأكدت كمان المصادر لليوم السابع أن شهر إبريل المقبل سوف يشهد عمليات إرهابية مسلحة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، وفقا لمخطط اعتمده التنظيم الدولي خلال الأيام اللي فاتت لاستهداف الكمائن الأمنية بسلسلة من التفجيرات وأعمال العنف في القاهرة الكبرى والمحافظات. أشارت كمان المصادر لليوم السابع إلى أن الفترة اللي حكمت خلالها جماعة الإخوان المسلمين البلاد شهدت تسرب كميات كبيرة من الأسلحة والمواد الخطرة والمتفجرة عبر الحدود البرية والبحرية. المواد دي هي اللي بتستخدم الآن في أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة، مؤكدة أن تلك المواد والأسلحة دخلت بأوامر من رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي دون ضوابط،
لصالح عناصر من الجماعة الإرهابية، وأن الأسلحة التي دخلت مصر خلال العام الماضي كفيلة بإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، وتسهم أيضا في إذكاء موجة العنف التي تقودها الجماعة ضد مؤسسات الدولة، موضحة أن القوات المسلحة ستعيد خلال الأيام المقبلة النظر في خطط مواجهة الإرهاب داخل القاهرة الكبرى ووسط الأحياء والمباني السكنية. طبعا الكلام ده خطير جدا، والكلام ده مش احنا اللي بنقوله ولا على عهدتنا احنا ولا من خلال مصادرنا احنا، الكلام ده على عهدة اليوم السابع من خلال مصادر اليوم السابع نتأكد ونعرف يعني تفاصيل هذا الكلام وهذه المصادر وهذه المعلومات الخطيرة اللي بتقول ان شهر ابريل اللي جاي ممكن يشهد احداث عنف كبيرة في مصر نتيجة للأسلحة والمواد المتفجرة اللي موجودة في مصر. نأتي بالخبر على لسان من كتب الخبر والمعلومات، معانا الأستاذ محمد طنطاوي المحرر العسكري باليوم السابع، وهو اللي كتب الموضوع ده. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ محمد. يعني الكلام اللي مكتوب خطير، الكلام اللي مكتوب بيقول إن احنا هنشهد خلال الفترة القادمة مخططات إرهابية كبرى على مدى واسع بتستهدف يعني القوات الشرطة، بتستهدف قوات المسلحة، بتستهدف أيضا أمن وأمان هذا البلد في هذا التوقيت تحديدا. معلومات حضرتك استنادا على إيه وآخر هذه المعلومات؟ يعني خليني بس أبدأ مع حضرتك إن المخطط ده بدأ فعلا، يعني المخطط ده يعني ليه يعني بدأ فعلا وإحنا عايشين فيه. الأسبوع الماضي أو آخر الأسبوع الماضي يوم الخميس شفنا حادثة الاعتداء على أتوبيس خاص بالمنطقة المركزية العسكرية في شارع الكابلات بمنطقة المطرية، تمام، وأسفر عن استشهاد صف ضابط وإصابة ثلاثة من أبناء القوات المسلحة. شفنا امبارح الاعتداء على نقطة شرطة عسكرية، صحيح، ومغوى استشهاد ستة من أبناء القوات المسلحة، يعني دول كانوا كامل قوة النقطة. فالمخطط بدأ فعلا، من الواضح أن جماعة الإخوان الإرهابية ودعم تنظيمات مسلحة يعني تركت الأمر قليلا في سيناء والمناطق الحدودية في اتجاهها إلى القاهرة الكبرى. طبعا اتجاهها للقاهرة الكبرى ده يحدث مزيد فزع ومزيد من الهلع بين صفوف المواطنين، يعني له تأثير أكبر، له يعني ردة فعل أكبر أيضا. فالعمليات في القاهرة لها طبيعة خاصة كما ذكرت، تمام، ذكرت حضرتك في الموضوع، عمليات صعبة في ازدحام سكاني، في يعني تطول مصالح المواطنين بشكل أو بآخر. فالخطة التي تضعها جماعة الإخوان عليها التنظيم الدولي للجماعة يعني تستهدف التأثير على أو استهداف المنشآت الحيوية تحديدا المنشآت الأمنية، سواء الأكمنة الشرطية أو أكمنة الشرطة العسكرية كما حضرتك ذكرت. يعني في الموضوع فقط مقتصرة على الأكمنة الخاصة بالشرطة العسكرية وأكمنة الشرطة، ولا ممكن يكون يعني في تخطي لهذه المرحلة أيضا واستهداف منشآت بعينها للقوات المسلحة أو الشرطة في القاهرة أو في المحافظات المختلفة؟ يعني أنا أتحدث عن أكمنة الشرطة العسكرية تحديدا وأكمنة الشرطة المدنية، لأن أكمنة الشرطة العسكرية بالتحديد أولا قوى النقاط الشرطية اللي هي متعلقة بالشرطة العسكرية بسيطة جدا، ده رقم واحد، تحتاج إلى تأمين إلى جانب أنها منتشرة. يعني مثلا على مستوى القاهرة الكبرى يعني أنا أتحدث عن أكثر من 100 نقطة، أتحدث عن نقاط يعني ممكن القوة بتاعتها تكون من المجندين فقط، ما فيش صف ضباط أو ضباط. وده الطبيعي، ده الطبيعي يا استاذ محمد ان الاكمنه دي يكون عباره يعني مكونه من مجموعه من المجندين فقط، ما همش ضابط او صف ضابط، يعني ما همش قائد لهذا الكمين. يعني خلينا اصرح حضرتك ان هذا كان طبيعيا في وقت مضى، يعني ده كان طبيعي في الفتره الماضيه، فتره ما قبل ثوره يناير وفتره ما قبل يعني كافه الاحداث السياسيه الكبرى التي شهدتها البلد في الفتره الماضيه. ولكن هذا الوضع لابد ان يتغير، ولابد ان تكون هناك استراتيجيه جديده في التعامل مع نقاط الشرطه العسكريه، بحيث لابد ان يكون لكل نقطه قائد، يعني ضابط او صف ضابط عامل في القوات المسلحه، ولا تقتصر على تواجد المدنيين فقط. طيب يعني كان في ربط في الحديث عن
هذه العمليات الإرهابية وترشح المشير السيسي، يعني تصعيد هذه العمليات له علاقة مباشرة بترشح المشير، سبب الربط طبعاً وكيفية الربط؟ طبعا، لأن هذه الجماعات تستهدف يعني إظهار صورة للعالم الخارجي للغرب بالتحديد أن الشعب المصري يرفض ترشح السيسي للانتخابات، الشعب المصري في هناك حالة فزع، هناك عدم استقرار، أن هذا الرجل حال نجاحي ستكون هناك سلسلة من التدبيرات، يعني ستتأثر مصالح الكثير من القوى، الكثير من الدول. فهذه رسالة عدم الاستقرار، رسالة عدم الاستقرار ورسالة الفوضى في مصر هي الرسالة الأساسية التي ترغب قوى جماعة الإخوان الإرهابية في إيصالها إلى العالم الخارجي. فهذه التخطيطات والتنظيمات يعني ستتوسع خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع إعلان المشير السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة. طيب أستاذ محمد، يعني برضو اتكلمت على ان هيبقى في استعدادات مختلفة، خطط تأمينية مختلفة خلال الفترة القادمة. احنا بنقابل ارهاب مختلف بيطور نفسه سريعا، بيستخدم اسلحة يعني عالية المستوى وحديثة جدا، وبيستخدم خطط مختلفة مرة عن اخرى. يعني بدأ استهداف الشرطة العسكرية بعد ما كان الاستهداف فقط لقوات الشرطة المدنية خلال الفترة اللي فاتت. انت بتتكلم على استعدادات بقى خلال الفترة القادمة، سواء من القوات المسلحة او الشرطة، هتكون مختلفة ازاي؟ ممكن تكون مختلفة؟ هل في خطط فعلا تم اعدادها للمرحلة القادمة يعني تواكب هذا التصعيد في مستوى الارهاب؟ يعني انا على حسب مصادري وعلى حسب ما ذكرت في الموضوع اللي حضرتك يعني اشرت اليه، أن هناك بالفعل خطط يعني تشرف عليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتعامل بشكل أكثر احترافا وتغيير المنظومة الاستراتيجية أو التكتيكية للتعامل مع الإرهاب المسلح، الإرهاب أو حرب العصابات أو حرب الشوارع التي تديرها الجماعات الإرهابية، خطط يعني تتواكب مع التخطيط يعني الخطير للعمليات الإرهابية. يعني كما شاهدنا بالأمس يعني الإرهاب الغاشم قتل الجنود ثم فخخ النقطة بحيث أن أي آلية أو مدرعة أو ضباط تقرب أو أي حد يحاول ينقذهم بالضبط يعني ينفجر هو كمان. بالضبط. فهناك تخطيط على مستوى عالي جدا، هناك أيد كثيرة تساعد هذه الجماعات الإرهابية على النيل من استقرار الوطن، هناك تحركات خفية من عناصر محلية ودولية تؤثر أو يعني تحاول إذكاء هذا الصراع، تحاول تصدير مشهد الفوضى في مصر. تمام. تحاول طبعا يعني النيل من هيبة القوات المسلحة وهيبة الشرطة والتأثير على الروح المعنوية لرجال القوات المسلحة. ده طبعا المشهد اللي شفناه امبارح يؤثر كثيرا على نفسية ضباط وصف ضباط ومجندين القوات المسلحة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد طنطاوي رئيس القسم العسكري باليوم.